بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبنائي وحبايبي ومتابعي قناة التعليم الجديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسام أبو أنس، أرحب بكم في الحلقة الثالثة من كورس شرح كتاب المعالي نحو الصف الرابع الابتدائي. متابعة الكورس بيكون على جروب في التليجرام، رابط الجروب إن شاء الله هيكون معانا في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو وأيضا في أول تعليق. دي الحلقة الثالثة، أخذنا قبل كده التعبير المجازي وأخذنا أيضا أنواع الكلمة وأقسام الكلمة، اسم وفعل وحرف. غالب الحصص يا حبايبي بيكون معانا واجب، الواجب بنصور الحل وبعد كده بنبعته على جروب التليجرام علشان نصححه، ولو فيه أي أخطاء ممكن ننبه عليها إن شاء الله تعالى. فضلا لا أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة. ما تنسوش الضغط على الإعجاب وترك تعليق لنستمر في نشر المزيد من الفوائد. لا تنسوا أيضا مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، فالدال على الخير كفاعله. يلا بنا حبيبي نبدأ درسنا. أول درس معانا النهاردة اسمه إيه؟ أنواع الجمل. أنواع الجمل دايما هنقرأ كده الأنشطة ونستنتج من خلال هذه الأنشطة ما فهمناه ونكون منها قاعدة للنشاط ونكون منها قاعدة نحوية. أنواع الجمل اقرأ يلا كده. الفيل ضخم آثار مصر خالدة. السؤال الأول بيقول لك إيه؟ بدأت الجملتان السابقتان بكلمة الفيل وكلمة إيه؟ وكلمة آثار. تمام، خليك معايا واحدة واحدة. اختر. والكلمتان تدلان على حرف اسم فعل، كلمة الفيل وكلمة آثار تدل على إيه؟ الفيل أولها ألف ولام، آثار ينفع أدخل عليها ألف ولام وأقول إيه؟ الآثار زي ما اتكلمنا في الحصة الماضية. يبقى إيه؟ يبقى اسم. بيقول لنا لذلك نستنتج أن الجملة التي تبدأ باسم تسمى جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ فكر يا بطل. من اسمها كده جملة اسمية. احسنتم. يبقى الجملة التي تبدأ بايه؟ باسم. تاني، الجملة التي تبدأ باسم بنسميها ايه؟ جملة اسمية. تاني، الجملة التي تبدأ باسم بنسميها ايه؟ جملة اسمية. نروح نكمل يلا. دافع الجنود عن الوطن، يجري النيل في مصر. بدأت الجملتان السابقتان بكلمة دافع وايه كمان؟ فكر معي بطل. أحسنت. ويجري. يبقى كلمة دافع وكلمة يجري. اختر. والكلمتان تدلان على حرف واسم وفعل. الدافع ده حدث في زمن انتهى، فعل ماضي. يجري حدث في زمن يحدث الآن ومستمر في الحدوث. يبقى ده ايه؟ يبقى ده فعل. الحدث في زمن ده بنسميه الأفعال. تمام يا حبيبي. رقم 3، لذلك نستنتج أن الجملة التي تبدأ بفعل تسمى إيه؟ جملة اسمية، جملة فعلية. أحسنت، جملة فعلية. الجملة الفعلية تبدأ بإيه؟ تبدأ بفعل. تاني، الجملة التي تبدأ بفعل تسمى جملة فعلية. الجملة التي تبدأ باسم تسمى جملة اسمية. يبقى كده أنا سألتك ما الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية؟ الجملة الاسمية تبدأ باسم، الجملة الفعلية تبدأ بفعل. نستنتج إيه من خلال هذا النشاط؟ الجمل نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. خلاص كده مفيش نوع ثالث. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم. في ملحوظة هنا أو مهمة، ولا يشترط أن يكون أولها ال، فالأهم أن تبدأ باسم. يعني إيه؟ بص يا حبيبي، لما أقول مثلا كده القاهرة عاصمة مصر، لو أنا سألت واحد من أبطالنا مثلا قلت له الجملة دي اسمية ولا فعلية؟ هيقول لي اسمية، سهلة خالص. طب ليه؟ علشان أولها ألف ولام. لا كده الإجابة دي كده بالطريقة دي خطأ. ليه؟ مش علشان في أولها ألف ولام، يعني مش كل جملة اسمية لازم يكون أولها ألف ولام. وضحت؟ مش كل جملة اسمية لازم يكون أولها ألف ولام. تمام كده؟ طيب أمال إيه؟ الأهم عندي إنها تبدأ باسم حتى لو ما فيهاش ألف ولام. جميل. زي مثلا ما اقول ايه؟ فناء المدرسة واسع. فناء المدرسة واسع. جميل كده. تمام. يلا دي جملة اسمية ولا فعلية؟
اه لو انت بتضارع الف واللام يبقى انت كده هتحل غلط. ليه؟ لان كلمه فناء هي اول كلمه وما فيهاش الف ولام. امال اعمل ايه؟ لا، ان ابحث في نوع هذه الكلمه كلها. فناء دي اسم ولا فعل؟ اه دي اسم، ينفع ادخل على الف ولام، وينفع ادخل عليها تنوين، وينفع ياتي قبلها حرف جر. يبقى اذا دي كلمه اسم، يبقى الجمله دي جمله اسميه ودي جمله اسميه. وضحت؟ طيب، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. يا ترى فعل ايه؟ فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ التلاتة يا حبايبي. يعني لو جملة بدأت بفعل ماضي تبقى جملة فعلية، فعل مضارع تبقى جملة فعلية، فعل امر ايضا تبقى تكون جملة فعلية. ولكل جملة اركان، وسوف نتعرف عليها لاحقا ان شاء الله تعالى، طبعا في بعد كام درس كده من الكورس. انشطة انواع الجمل. اكمل مكان النقط بما يناسبها. انواع الجمل كام؟ اتنين. ايه هما؟ اسمية وايه كمان؟ وفعلية. تمام يا حبيبي. الجملة نقط تبدأ باسم، اظن كلنا عرفناها. الجملة، احسنت، الاسمية. الجملة الفعلية تبدأ بايه؟ تبدأ بفعل. انت بطل. يطير الحمام في الجو جملة نوعها. عايز اعرف بقى نوعها ايه؟ اروح لفين؟ اروح لاول كلمه. اول كلمه، يلا، اول كلمه عندي كلمه يطير. ابحث فيها بقى يا بطل، اسالها انت اسم ولا فعل. يطير، ده حاجه بتحصل، فعل. يبقى فعل، يبقى النوع ايه؟ جمله فعليه. جمله ايه؟ فعليه. احسنت. استرح يا صديقي من التعب جمله نوعها. مالكش دعوه باول يعني الكلمة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الأخيرة، لا، يهمنا الكلمة الأولى. استرح ده إيه؟ ده فعل أمر، يبقى نوع الجملة جملة فعلية. تمام. طائر البطريق، ماهر في السباحة جملة نوعها. طائر ده اسم، ليه؟ من أنواع الطيور أهي، مش إحنا قلنا الحيوانات تبقى اسم، يبقى طائر ده إيه؟ أيضا اسم، يبقى جملة نوعها إيه؟ اسمية. أحسن. رقم اتنين، حدد نوع الجملة فيما يلي. فاز العلماء بالجائزة. اروح فين؟ اول كلمة، حط تحتها خط كده. تمام، فكر بقى يلا بطل. فاز فعل ولا اسم؟ احنا درسنا الماضي كان عن الاسم والفعل والحرف، لازم نراجعه، درس مهم جدا جدا، وهو اساس كبير قوي في النحو. يعني اللي ما يعرفش الاسم من الفعل من الحرف للاسف هيلاقي نفسك كده ضعيف، وفي حاجات كتيرة جدا فاتك من النحو، يبقى لازم نراجع الدرس الماضي اللي ما شافوش. فاز العلماء بالجائزة، فاز دي فعل، يبقى ايه؟ الجملة نوعها فعلية. شفت سهلة ازاي؟ النيل يفيض بالخير، النيل اسم، يبقى الجملة اسمية. عرفتها منين؟ أولها ألف ولام، الكلمة أولها ألف ولام، يبقى أقصد العلامة. تمام؟ جنود مصر أوفياء، جنود مصر أوفياء، أروح فين؟ أحسنت، أول كلمة جنود بتدل على اسم. تمام، يبقى جملة ايه؟ اسمية. طيب نوعها في الأسماء؟ اسم إنسان. ذاكري دروسك جيدا، أروح فين؟ أول كلمة يلا بطل. ذاكري، ها، دي فعل أمر، فعل أمر المخاطبة المؤنثة، يبقى الجملة ايه؟ فعلية. جميل، أحسنتم. نشاط ثلاثة، رتب لتكون جملا اسمية صحيحة. السكري أعدت كعكة الأم. هنا خد بالك، أنا عايزك تركز جدا جدا في قراءة الأنشطة. رأس السؤال، رأس السؤال مهم جدا. يعني مثلا أنا بيقول لك إيه؟ السكر أعدت كعكة الأم. أنا هجاوبه ليه؟ أعدت الأم كعكة السكر. هقول لك غلط. ليه؟ طب ما الجملة صحيحة أهي والمعنى صحيح. المعنى فعلا صحيح، لكن إجابتك على السؤال المطلوب غير صحيح. ليه بقى؟ هو قال لك جملة اسمية، لكن انت قلت أعدت الأم، دي كده جملة فعلية. طب أقول إيه؟ الأم. تمام، انت طبعا اكتبه هنا على النقط، أنا اختصارا للوقت هعمل إيه؟ هرقم. بلاش تتعود على الترقيم، احنا هنا بنعمل اختصارا للفيديو. الأم، تمام، أعدت كعكة السكر. جميل خالص. هدفا اللاعب جميلا أحرز. ها، نقول إيه؟ دور على الاسم. ينفع ابدا بهدفا؟ لا. طب جميلا؟ برضو لا. قول ايه؟ اللاعب، تمام، عمل ايه اللاعب؟ احرز هدفا جميلا. ممتازين. رقم ثلاثة،
الجسم الرياضة لصحتي مفيدة؟ أقول إيه؟ تمام، الرياضة مالها؟ مفيدة لصحة الجسم. الحر الصيفي يشتد في، نقول إيه؟ الحر ماله؟ يشتد في الصيف. نشاط 4، حول الجمل الإسمية إلى فعلية. اللاعب شعر بالتعب. هاخد بقى الفعل الاسم ده اللي بدأت به الجملة الإسمية وأخره بعد الفعل. أقول إيه؟ اللاعب شعر بالتعب. لا، هقولها شعر اللاعب بإيه؟ بالتعب. جميل خالص. يلا رقم 2، أحمد يتعاون مع أصدقائه. فين أحمد؟ آخر أحمد يتعاون. أحسنت، يتعاون أحمد مع أصدقائه. جميل يا حبايبي، نكمل يلا. حول الجملة الفعلية إلى اسمية. وصل دي فعل ويدون دي فعل، يبقى إذن الجملتين فعلية. هاخد إيه؟ هشوف بقى الفاعل. يعني إيه فاعل؟ احنا قلناه الفاعل اللي هو إيه؟ اللي هو قام بعمل الفعل. متر الأنفاق ماله؟ وصل. يبقى أنا هكتب إيه؟ متر الأنفاق. ليه بقى ما ينفعش أقول متر وصل؟ لأن أصبحت متر الأنفاق كأنها كلمة واحدة. يبقى متر الأنفاق وصل إلى المحطة. يدون الأديب في دفتر يومياته. الفعل اللي عمل الفعل الأديب، يبقى أنا أبدأ به. أحسنت، الأديب. ها، يدون في دفتر يومياته. أحسنت. انتهينا من أنواع الجمل. أقسام الاسم صفحة كام؟ صفحة 22. طلع معايا صفحة 22. أقسام الاسم، أنا عندي أقسام الاسم هاخد فيها حاجتين، الاسم من حيث العدد والاسم من حيث النوع. تاني، الاسم من حيث العدد والاسم من حيث النوع. يعني إيه عدد؟ يعني الحاجة اللي قدامك اللي انت شايفها بعينيك لما تيجي تعدها هتعدها كام؟ هتعد يا 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. أنا دلوقتي بقى عايز أعرف لما يكون الحاجة اللي قدامي دي حاجة واحدة فقط، ها، هقول عليها إيه؟ طب لما تكون 2 هقول عليها إيه؟ طب لما تكون 3 أو 4 5 6 7 كتير خالص هقول عليها إيه؟ ده اللي احنا هنعرفه حالا. الاسم من حيث العدد. اقرأ وهنجاوب وبعد كده نستنتج القاعدة. كتب التلميذان عن مصر: الوطن كالأم الحنون التي تحتضن أطفالها وتمنحهم الشعور بالأمان والسكينة، ومهما سافر الإنسان وزار من بلدان فلن يجد أحن من حضن وطنه. تخير الكلمتان باللون الأحمر تدلان الوطن والأم، الوطن والأم، ها، على 1 2 أكثر من 2. الوطن ده حاجة واحدة بس، والأم أيضا حاجة واحدة بس، يبقى يدل على 1. الكلمة باللون الأخضر تدل على، فين اللون الأخضر؟ التلميذان، التلميذان. وأنا بقرأ الفقرة لما قلت لك التلميذان كده أنت فهمت إن هو كم تلميذ؟ 1 أو 2 أو أكثر من 2؟ 2. أحسنت يا بطل. تخير الكلمتان باللون الأزرق تدلان على 1 2 أكثر من 2. ها، فين أطفال بلدان. لما أنا أقول لك إيه؟ لدي أطفال أصحاب كثير، يبقى أنت كده فهمت كم واحد بس ولا 2 ولا أكتر من كده؟ لا، أكتر من كده. طب لما أقول لك سافرت بلدان كثيرة، يبقى أنت كده فهمت من بلدان إيه؟ إنها كام؟ كتير. يبقى نقول إيه؟ أكثر من 2. طيب جميل خالص. يبقى أنا كده عندي العدد ممكن يكون 1 أو ممكن يكون 2 أو ممكن يكون كام؟ أكثر من 2، أكثر من 2. جميل خالص. تعالوا نشوف بقى في اللغة العربية وفي النحو، الواحد بنسميه ايه؟ الاتنين بنسميهم ايه؟ الاكتر من 2 بنسميهم ايه؟
رقم واحد المفرد، واحد المفرد يبقى اللي احنا بنقول عليه واحد هو اسمه ايه؟ يبقى اللي احنا بنقول عليه واحد اسمه ايه باللغة العربية؟ المفرد. المفرد يعني مفرد، هو كل اسم يدل على واحد او واحدة، كل اسم يعني مش فعل. ليه؟ الفعل ما بيجيش منه مفرد، خلاص ما ينفعش اقول عليه مفرد. يدل على كام الاسم ده؟ على واحد مذكر او واحدة مؤنثة. يعني مثلا معايا قلم، ده واحد يبقى ايه؟ مذكر، يبقى ايه؟ مفرد. جميل. طيب معايا كراسة، دي واحدة يبقى ايه؟ مفرد. مثل ولد، فتاة، كتاب، مدرسة. بس عايزين نلاحظ من خلال الامثلة اللي معايا ان هنا فيه كلمات عاقل وكلمات غير عاقل. عاقل زي ولد وفتاة، غير عاقل يعني كتاب والمدرسة. هو المفرد ينفع منه عاقل وغير عاقل؟ اه تمام ينفع. يعني كده افهم، يعني كده افهم ايه؟ ان المفرد ممكن يكون مذكر او مؤنث، المفرد ممكن يكون عاقل او غير عاقل. طيب رقم اتنين، يعني الرقم اللي هو الحاجة لما يكون منها اتنين هقول عليها ايه؟ هقول عليها المثنى. يلا قول تاني يا بطل، المثنى. طيب تعريف المثنى ايه؟ هو كل اسم يدل على اثنين. اثنين يعني ايه؟ اثنين مذكرين. اثنتين، اثنتين يعني اثنين مؤنثتين. مثل ايه؟ ولدان، فتاتان، كتابان، مدرستان. اه انا قلت هو كل اسم يعني ما فيش فعل بيكون مثنى، وقلت كمان اثنين يعني اثنين مذكرين، او اثنتين يعني اثنين مؤنثتين. طب عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل او غير عاقل. كده وضحت؟ يبقى عند اللي بيدل على واحد مفرد، الاثنين مثنى. تاني، الواحد ده مفرد، الاثنين ده ايه؟ مثنى. طيب الاكتر من كده، هنا بيقول ايه؟ ثلاثة، يعني رقم ثلاثة، حاجة انت شفتها ثلاث حاجات. ثلاث حاجات، يعني مثلا انا شايف ايه؟ زهرة وزهرة وزهرة، ها؟ دول ثلاثة هم. طب لو أربعة، طب لو خمسة، ثلاثة وأكثر هو إيه؟ بنسمى الجمع. الجمع هو كل اسم، أيضا اسم مفيش فعل، يدل على أكثر، أكثر، أكثر من اثنين أو اثنتين. طب واحد ممكن يقول لي إيه؟ اسم يدل على ثلاثة هو أكثر، أقول لك صح مش مشكلة. مثل أولاد، فتيات، كتب، مدارس. خلاص كده يا حبايبي؟ يبقى كده الاسم من حيث العدد كام؟ مفرد، مثنى، جمع. يلا قول تاني معايا، الاسم من حيث العدد كام؟ ها، ثلاثة، مفرد ومثنى وجمع. اللي بيدل على واحد مفرد، بيدل على اثنين مثنى، الثلاثة وأكتر من ثلاثة ده بنسميه إيه؟ الجمع. الاسم من حيث النوع، ركز معايا يا بطل. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق جميع الكائنات الحية، خلق منها نوعين. جميع الكائنات الحية ربنا خلق منها نوعين، حتى الجمادات، حتى ايه؟ الجمادات. خلق منها ذكر وخلق منها انثى، تمام كده؟ تاني، ها؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكائنات الحية خلق منها ايه؟ من كل نوع اتنين، ذكر وانثى، ذكر وانثى. لكن في اللغة العربية أو في النحو يعني ما بقولش عليه ذكر، ما أقول عليه ايه؟ هقول عليه مذكر. يبقى الذكر هو ايه؟ المذكر. طب وانثى هقول عليها ايه؟ مؤنث، هقول عليها مؤنث. طب تعالوا نشوف كده التعريف بتاعها. او رقم واحد، ها، المذكر هو كل اسم يدل على الذكور من ايه؟ الانسان والحيوانات والاشياء، يعني مش انسان وحيوانات بس، حتى ايضا الاشياء منها مذكر، منها ايه؟ مذكر. وقد يكون المذكر ده قد يكون ايه؟ مفردا اللي احنا اخدناها، او مثنى، او جمعا. ناخد مثال، مثلا الانسان، لو انا قلت طالب يبقى ده مفرد، وانسان، طالبان ده مثنى ومذكر، طلاب ده ايه؟ ده مذكر وجمع. وضحت؟ طيب الحيوانات ممكن اقول مثلا اسد، ادي ده مذكر ومفرد، اسدان ده مذكر ومثنى جمعا، اللي هو ايه؟ اسود، تمام؟ ده مذكر وجمع. جميل خالص يا حبايبي. عندي بقى حاجة هقول لك عليها، بس خليها بعد شوية لما ناخد المؤنث. المؤنث هو كل اسم يدل على الإناث من الإنسان أو الحيوان أو الأشياء. برضو نفس الكلام لكن تدل على الإناث. الإنسان زي مثلا نقول إيه؟ تلميذة. ولو مثنى تلميذتان، ولو جمع تلميذات.
الحيوانات ممكن نقول ايه؟ قطة. المثنى ايه؟ قطتان. الجمع منها ايه؟ قطط. طب الاشياء، الاشياء مثلا زي كراسة، تمام، زي مدرسة، المثنى بتاعها ايه؟ مدرستان، والجمع مدارس. يبقى شفت بقى مدرسة دي ايه؟ دي كده مؤنث وليست مذكر. طيب هعرف ازاي الكلام ده؟ انا عملت لك بعض العلامات المشهورة جدا اللي بتكون في المذكر او في المؤنث، يعني الفرق بين المذكر والمؤنث. مثلا المذكر لا يلد ولا يبيض، لا يلد ولا يبيض، حاجة لا تلد ولا تبيض، اعرف ان دي ايه؟ مذكر. بس خد بالك الذي يلد ويبيض او لا يلد ولا يبيض انا اقصد به في الانسان والحيوان والطيور. جميل كده خلاص. طيب المؤنث يلد او يبيض، يبقى اي حاجه تلد او تبيض دي على طول كده مؤنث. الذي لا يلد ولا يبيض ده كده ايه؟ ده كده مذكر. طيب عندي علامه تانية، المؤنث ينتهي بتاء مربوطه، اي حاجه اخرها تاء مربوطه دي تكون مؤنث. طب واللي مش اخرها تاء مربوطه دي كده تكون مذكر. بس عندي ملحوظه ونرجع تاني نكمل. انا عندي مثلا صديقي اسمه ايه؟ اسمه معاويه، او صديقي اسمه حماده، او اسامه، كلهم دول اسماء اصدقائي، او حمزه، كلهم اخرهم ايه؟ تاء مربوطه، صح كده؟ هل اقول عليهم مذكر ولا مؤنث؟ دي بتدل على ايه؟ بتدل على انسان مذكر، تبقى مذكر. يبقى دي اسماء تدل على او يسمى بها الذكور من الانسان. خلاص كده تمام؟ يسمى بها الذكور من الانسان، يبقى دي كلمات مذكر حتى لو اخرها تاء مربوطه. يبقى هو النوع الوحيد اللي اخره تاء مربوطه وفي نفس الوقت بنقول عليه مذكر. وضحت يا حبايبي؟ تمام. الاشاره في المذكر نشير اليه بهذا، اما المؤنث هذه لو في كلمه انت مش عارف تحدد هي مذكر ولا مؤنث شاور عليها بطل. لو شاورت عليها بهذا تبقى مذكر، شاورت عليها بهذه تبقى ايه؟ مؤنث. وضحت كده تمام؟ انتهينا من انواع الاسم من حيث العدد وانواع الاسم من حيث النوع. انشطه اقسام الاسم، صنف الكلمات التاليه. طيب دي صفحه كام؟ دي صفحه 23. صفحه 23 انا هسيبها لك واجب، بعد ما تحل الواجب في كتابك، كتاب المعالي اللي معاك، هتصور الورقه دي كده او الصفحه دي وتبعتها لي على جروب كورس شرح كتاب المعالي نحو الصف الرابع الابتدائي. هنحل مع بعض صفحة 24. يلا روح معايا نشاط 6. املأ الجدول التالي من خلال الأمثلة. طيب الجدول فيه إيه؟ فيه مفرد وفيه عايز أعرف المثنى وفيه الجمع من هذه الجمل. سمعان رجل طيب. أنا كده بتكلم عن مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ سمعان ده كم واحد؟ ده واحد بس. يبقى إذن مفرد. طيب المفروض أنت هتكتب هنا الجمل، أنا اختصارا للوقت وقت الفيديو فأنا هكتب هنا إيه؟ مقابل الجملة مفرد. جميل. الجدران مزينة، هنا فيه ألف ونون وقلنا عليها مفرد، هنا فيه ألف ونون ونقول عليها مفرد؟ لا، أنت مالكش دعوة بالألف والنون أو غيره، أنت فكر هي الجدران دي كام؟ كام جدار؟ واحد ولا اتنين ولا أكتر؟ لا أكتر، يبقى الجدران مزينة دي إيه؟ دي جمع. أمل طالبة متميزة، تتكلم عن كام؟ عن واحدة فقط، يبقى دي إيه؟ مفرد، الجملة مفرد. النجمتان مضيئتان، يلا بطل قول لي كده. النجمتان أنا كده بتكلم عن اتنين، يبقى مثنى، هتكتبها هنا في المثنى. العينان نائمتان، يلا بطل ها نقول إيه؟ العينان نائمتان، تمام، نقول مثنى. المتصدقون مغفور لهم، متصدقون كام؟ ده جمع كتير، يبقى نكتب قصادها جمع. وضحت؟ حول كل جملة من المذكر إلى المؤنث ومن المؤنث إلى المذكر. كالمثال العامل الأمين محبوب. العامل الأمين ده كده إيه؟ مذكر، بتكلم على واحد مذكر. طيب العاملة الأمينة محبوبة، أنا كده بتكلم عن مين؟ عن مؤنث. وضحت؟ عملت إيه؟ حطيت التاء المربوطة إيه؟ بس كده حولناها لمؤنث. طيب رقم اتنين الفلاح نشيط. الفلاح ده مذكر، عايز أخليها مؤنث أقول إيه؟ أحسنت، الفلاحة نشيطة، زودنا التاء المربوطة بتاعة المؤنث.
هنا جايب لي المؤنث، التلميذة متعاونة. يلا حولها لمذكر، هنحذف ايه؟ التاء المربوطة. تمام، التلميذ، ماله التلميذ؟ متعاون. احسنت. اخي طفل ذكي. اخي لما نحولها لمؤنث هتبقى اختي. جميل. ها اختي ايه؟ طفلة. تمام. ها ذكي تبقى ايه؟ ذكية. المصرية مجتهدة، هنا مؤنث هنحذف. احسنت يا بطل، سامعك بتقول هنحذف التاء المربوطة. المصري مجتهد. جميل. يلا اخر نشاط معايا، حول كل جملة بين المفرد والمثنى والجمع كما في المثال. المفرد المهندس متقن. لما المهندس ده بقى كان واحد بقى اتنين، يبقى نقول عليهم ايه؟ المهندسان متقنان. زودت ايه؟ زودت التاء، زودت الالف والنون. الجمع المهندسون متقنون. تمام. المجد ناجح. يلا كده قول معايا بطل، لما يكون اتنين مش واحد بس، اقول ايه؟ المجد، المجداني، ناجح، ناجحان. تمام. طيب يلا بقى نروح للجمع. ها المجد هتبقى ايه؟ المجدون. جميل. يلا جاوب معايا، ناجحون. احسن. القطتان جائعتان، هنا جيب لي المثنى، يلا حولها المفرد. القطتان هنحذف الالف والنون، تبقى ايه؟ القطة. مالها؟ جائعات. جميل. طيب اما نحولها للجمع بقى هنقول ها القطط، القطط ايه؟ جائعه، جائعه، لان هنا القطط جمع غير عاقل، فالصفه بتاعتها بتكون ايه؟ تكون مفرد مؤنث. هل يجوز اقول القطط جائعات؟ يجوز، لكن الاشهر انها ايه؟ القطط جائعه. السيارات مسرعة. طب يلا يا حبايبي عايزينها مفرد، تبقى ايه؟ السيارة واحدة بس. السيارة مالها؟ مسرعة. طب لما يكون مثنى، المثنى سهل جدا، بضيف له ألف ونون وبس. السيارتان مسرعتان. الحصة القادمة إن شاء الله هناخد المثنى درس شيق، وفي معلومات جديدة جدا علينا. البنت مهذبة. يلا البنت واحدة، لا احنا عايزينها اتنين، مثنى يعني، يبقى ايه؟ البنتان، هنضيف الالف والنون، مهذبتان. طيب الجمع نقول ايه؟ البنات، ها بدل مهذبة نقول ايه؟ مهذبات، مهذبات. احسنتم يا حبايبي، نكتفي بهذا القدر من الحصة. ما تنسوش متابعة الفيديوهات هنا على القناة، قناتكم قناة التعليم الجديد. اللي ما شافش الفيديوهات الماضية ياريت يشوفها ويشاهدها ويذاكر معانا أولا بأول. كذلك أيضا يمكنكم المتابعة على جروب التليجرام. اسمه إيه الجروب؟ كورس شرح كتاب المعالي نحو الصف الرابع الابتدائي. هناخد إن شاء الله في الكورس جميع نحو الصف الرابع، الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني. بيكون معانا واجبات أيضا في نهاية الحصة بنشوفها على الجروب، ومنتظرين أي تساؤلات، أي استفسارات من الطلاب أو زملائنا المعلمين أو أولياء الأمور، سواء هنا في التعليق على الفيديو أو أيضا عندنا في الجروب في التليجرام. أسأل الله تعالى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم بهذا الفيديو جيدا. وفي النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة، واضغطوا إعجابا وتعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد. لا تنسوا أيضا مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، فالدال على الخير كفاعله. إلى أن ألتقي بكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.